تحول استراتيجي في سير المعارك لصالح الجيش الوطني. من البيضاء مرورا بالصرواح وانتهاء بالجوف، تتواصل المعارك التي يخوضها الجيش الوطني وسط تقدم كبير يكشف عن تغير جذري على مستوى الدعم التسليحي والدعم الجوي المقدم من القوات السعودية. ففي الجوف بدأ الجيش الوطني مسنودا بتدخل جوي للطيران السعودي، عملية عسكرية واسعة من عدة محاور في مناطق التماس الواقعة إلى الجنوب الشرقي من مدينة الحزم. المصادر الميدانية أكدت لبلقيس أن قوات جديدة دخلت على خط المواجهات، جزء منها يتبع العمليات المشتركة للتحالف، وأن الجيش مسنودا بهذه القوات بدأ هجومه الواسع من محاور اللبنات والأقشع والبرش والجذفر، وخط سيره يتجه صوب مدينة الحزم فيما يتواجد في الخطوط الأمامية لهذه المعارك قادة عسكريون بارزون في مقدمتهم اللواء أمين الوائلي، إلى جانب قيادات ميدانية تشمل صالح الروساء القائد السابق لمقاومة الجوف. النتائج التي حققها الجيش حتى اللحظة تتمثل في تحرير أجزاء واسعة من معسكر اللبنات وسلسلة جبال الأقشع والبرش في الشمال الغربي للمعسكر، بالإضافة إلى مواقع الجذفر والتي تقع على بعد 60 كيلومترا تقريبا إلى الجنوب الشرقي لمركز محافظة الجوف. الطيران السعودي استهدف بعدة غارات الأسلحة الثقيلة التي كانت الميليشيا قد بدأت بسحبها من منطقة المواجهات في اللبنات والأقشع باتجاه مدينة الحزم، وسط أنباء عن دمار لاحق بهذه الأسلحة. وفي محافظة البيضاء حقق الجيش الوطني تقدما شمالي المحافظة وسط خسائر بشرية ومادية كبيرة في صفوف ميليشيا الحوثي الانقلابية. هجوم الجيش وفقا لقائد محور بيحان قائد اللواء 26 مشاة اللواء الركن مفرح بحيبح يأتي في إطار الرد على تصعيد ميليشيا الحوثي الانقلابية، لافتا إلى أن وحدات من القوات المسلحة وبإسناد من طيران التحالف نفذت عملية نوعية تمكنت خلالها من تحرير جبال الغدير والوليد غرب سلسلة جبال البياض في جبهة الملاجم، بالإضافة إلى تحرير شعاب أعشار في جبهة ناطع. اللواء بحيبح تحدث عن أن تعزيزات الميليشيا تعرضت للاستهداف بعدة غارات من طيران التحالف، وعن سقوط 40 قتيلاً في صفوف الميليشيا حتى الآن، وعن أن الفرق الهندسية التابعة لقوات الجيش الوطني باشرت بنزع الألغام التي زرعتها الميليشيا الحوثية في ظل استمرار المعارك. في مسافة من 18 إلى 17 كيلو، وجبل دير هذا جبل لو ما تشوفه لا تصدق أن يحسم ولا يحتل. إلى ذلك أفاد قائد اللواء 19 العميد الركن علي الكليبي أن قوات الجيش تمكنت خلال معارك الساعات الماضية من السيطرة الكاملة على عدد من المواقع في مفرق أعشار ووادي فضحة بجبهة الوهبية، بالإضافة إلى سلسلة جبل الشهيد واللبان والغدير التي تربط بين مفرق أعشار ووادي فضحة.